خاصه، ما حبيتيش تغني خالص قبل كده؟ في انا اول بداياتي لعبير بقى اللي عارفك بدات ايه مطربه. عبير سمعت بقى الاغنيه بتاعتي جبتها مره في الحضر. هتبقى مغنيه على فكره يعني، اصلا بتغني وكان عندها شريط وتكت لسه السيديات دي، فكان شريط اغنيه في وسط كوكتيل كده وبتاع. كانت محضره شريط بالظبط. انا سمعت عارف انت في البدايه اللي هو انت عايز تشتري وخلاص، مغنيه بقى ممثله ارقص يعني ايه انا و شغال. انا حاسس الاول بالاغنيه مشيت ما مشيتش ادور على حاجه ثانيه. عارف ما كنتش بقى في التمسيك ودخلت على الرقص. يعني انت قد كده عندك طموح البنت انها عايزه تبقى مشهوره، فخدوني يا جماعه مذيعه ابتدي في الاول اغني عايزه امشي وابقى مشهوره وكل الناس تشاور عليا. ده كان هدفك في الطموح؟ طبعا والله كانت امي الله يرحمها دايما تقول لي يلا يا كومبارس. ولا حد يعرف.